بسم الله الرحمن الرحيم. محمد شاهين، مدير التنفيذي لشركة دلتا للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية. هنسجل النهارده مع الوكيل بتاعنا في الصين أرجو هيمنتك، موجودين في معرض صحاري 2019. شركة أجرو أنتك، شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الفطرية الحشرية، وهم النهارده معانا في القاهره في معرض صحاري. بنعمل اكتفاءات شغل جديده ان شاء الله تكون قريبه في السوق الزراعي المصري. يعني اخترنا الشركه ديت ان هي شركه رائده في الصين، وان هي بتقدم منتج عالي جودته عاليه، واسعار ان شاء الله تكون مناسبه للسوق المصري، ان شاء الله تكون اسعار تنافسيه. احنا بالاتحاد معهم مع دلتا الاستيراد والتصدير ان شاء الله نقدر نقدم حاجه كويسه للسوق المصري. بعتنا لهم الدعوه ان هم يحضروا معانا في معرض صحاري، لانه هو طبعا يعتبر اهم واكبر معرض زراعي في جمهوريه مصر العربيه، وطبعا بيلتقي فيه كبار المزارعين مع كبار الشركات وصغار الشركات وصغار المستثمرين. بتكون فرصة كويسة ان احنا نلتقي بالعملاء بتوعنا في خارج مصر او الوكيل الجديد بتاعنا والعملاء بتوعنا اللي هم داخل مصر، بنستهدف من خلاله ان احنا نعرف ايه الافكار والمنتجات الجديدة عند كل الشركات الخارجية، وبنوطد علاقاتنا اكتر مع عملائنا الحاليين في مصر. يعني هو فرصة كبيرة خالص للتعرف على المنتجين الخارجيين والمستهلكين المصريين. معرض النهارده اليوم الثاني ليه، اعتقد ان الحضور النهارده كان افضل من امبارح، في زحمه شويه النهارده، وان شاء الله نقدر نقدم